غياب ترامب يعني عودة واستئناف لثماني سنوات من السياسة الكارثية لأوباما وبايدن، تعني أيضا عودة أو استمرار ل 47 عام من سياسات بايدن التي يعني عنوانها الأساسي هو الخطأ الفشل والعجز، لأن القرارات الكبرى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، دعني يعني أعطيك بجردة حساب سريعة لبايدن ويشهد الله أنها موضوعية وبالإمكان التحقق منها في البحث. أولا، هو كان من المؤمنين بحرب العراق، كان من المؤمنين بأن العراق يجب أن ينقسم إلى ثلاثة أقاليم. هو كان ضد تصفية بن لادن، هو ضد تصفية سليماني، هو مع استئناف الفوري وبلا شروط للاتفاق النووي الإيراني، هو مع عدم استفزاز التنظيمات الإرهابية ك يعني حماس والجهاد والتنظيمات المنضوية تحت لواء إيران حتى يأمن شرها، يأمن شرها بمعنى يعني تقوم بالبلطجة وهو ينصاع لها، بمعنى تعيث فساد في العراق، الميليشيات كما تريد تذبح كما تريد في العراقيين، ولكن لا تؤثر على الداخل الأمريكي. طبعا هذا الأمر يا عزيزي نعلم جميعا ألف باء محاربة الإرهاب ورفض الابتزاز، رفض الخضوع للبلطجة، لأن هذه البلطجة كما تتعامل مع أي بلطجة في الدنيا، سواء على مستوى الإجرامي في الشارع والميدان أو على المستوى السياسي. طيب ما الذي سيختلف ترامب سيد بشار؟ عفوا يعني لو ترامب فاز في الانتخابات جدلا، ونحن تعودنا على ترامب في هذه الكامباك اللي دائما هو يسويها بسرعة، لو فاز ترامب على سبيل المثال، يعني ما الجديد في الموضوع؟ الرجل لو إيران طلبت منه المفاوضات سيتفاوض، وهو رجل أعمال، ولن يتوجه إلى الحرب، ولن يسقط نظام الملالي، هذا هو واقع الحال. يعني في العراق، في العراقيين هم اللي خسرانين، والسوريين هم اللي خسرانين، واليمنيين هم اللي خسرانين. ما الذي ما هي الخطة لترامب إذا ما فاز في الانتخابات بالنسبة لوضع العراق وهذه الدول اللي ذكرتها؟ عزيزي، عودة الكومباك هذا حاصل لا محالة، والآن ست ولايات متأرجحة تتقارب فيها الأرقام، لا بل أكثرها بنسلفانيا وفلوريدا، الذي كان يعتقد بايدن أنه قد حسم الأمر لصالحه. العودة حاصلة لا محال، أنا لا أشك أبداً أن ترامب سيستمر في 4 سنوات. لماذا؟ لأن المشروع يا عزيزي يتطلب هذه المدة الزمنية، هناك مشروع يتعلق في أمريكا وليس فقط في ترامب أو الحزب الجمهوري. التعامل مع إيران تحديداً قالها علانية ترامب، يعني لم يخفي ذلك، قال في شهر واحد سيتمكن من صنع السلام مع إيران. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن كل السلوك الإيراني هو لا يريد تغيير النظام، أحرار تريدون ملالي غير ملالي أحرار، ولكن السلوك الإيراني في الهيمنة في البلطجة هذا الذي يجب أن يتوقف وينتهي. بمعنى إن توقع، وأعتقد أنه سيتمكن من ذلك، وصرع السلام مع إيران، هذه المسبحة سينفرط عقدها.